أرحب بكم في الحلقة الثالثة من برنامج أشكي لمين. في هذه الحلقة سنركز على قضية حرية الصحافة في فلسطين. صحفيون اعتقلوا على خلفية ما نشروه من تقارير وتحقيقات صحفية ودعوات في المحاكم الفلسطينية ضدهم، فهل ذلك يشكل رقابة جديدة على الإعلام الحر؟ وفي المقابل لماذا لا يعطى القضاء الفرصة الكاملة لكشف الحقائق؟ للحديث حول هذه المواضيع الهامة رحبوا بضيفي الكريم عضو نقابة الصحفيين الأستاذ عمر نزال، أهلا بك. وكان أيضا من المفترض أن يكون معنا في الاستديو وكيل وزارة العدل الأستاذ خليل الرفاعي، لكنه لم يلتزم بالموعد رغم أننا قد اتفقنا معه على هذا الموعد، ولم يرد على هاتفه رغم اتصالنا به أكثر من مرة. وقبل الخوض في النقاش دعونا نتابع سويا التقرير التالي. لم يدر في خلد الصحفي يوسف الشايب أن يودي به تقرير صحفي إلى زنزانة انفرادية وفصل من صحيفة عمل بها 8 سنوات وتعويض بقيمة 6 ملايين دولار. نشر التقرير في اليوم التالي، تم استدعاء إلى جهاز المخابرات مكث 8 ساعات، ثم علمت من أشخاص داخل جريدة الغد أنه تم الضغط على إدارة الجريدة لنشر بيان اعتذار لهؤلاء الأشخاص، وبعدها بيوم قرار فصل تعسفي باتجاهي. قضية الشايب بدأت حين نشر تقريرا في جريدة الغد الأردنية حول تجاوزات لعاملين في البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في فرنسا تمثلت في قضايا تجسس وعربدة وفق التقرير، يعززها غض الطرف من قبل المسؤولين الفلسطينيين. على إثر ذلك رفعت ضد الشايب قضايا قدح وتشهير تعرض بعدها للتحقيق والاحتجاز ومحاكمات لم تنتهي جلساتها بعد. تفاجأت في نهاية آذار أنه بتصل في من الشرطة عليك شكاوى، فتوجهت شكاوى، فحكوا لي أنه شكاوى قدح وذم مقدمة من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. النيابة حبستني 48 ساعة عزمة التحقيق، وبعدها طالبت في محكمة الصلح بتمديد الحبس ل15 يوم، ووافقت القاضي على ذلك، فأعلنت إضرابا مفتوحا عن الطعام وتم نقلي إلى زنزانة انفرادية، وخرجت في اليوم السابع من الإضراب عن الطعام، بمعنى مكث في السجن 9 أيام. ومنذ الإفراج عن الشايب أواخر نيسان الماضي بكفالة مالية ما زالت قضيته عالقة، ولم يتم إبلاغه بلائحة اتهام أو تحديد جلسة جديدة للمحاكمة كما يقول محاميه. حتى هذه اللحظة لم نبلغ بلائحة الاتهام، وفي اعتقادي هي في طور الإعداد، بالرغم أنه يعني أخذت وقتا طويلا من وقت التوقيف حتى هذا الوقت لتقديم لائحة اتهام، ولا نعرف يعني الأسباب. وقد أثارت القضية عاصفة من الانتقادات للسلطة الفلسطينية حول تقييدها للحريات العامة، بخاصة بعد تقرير للاتحاد الأوروبي أدان أداء السلطة في ذلك. قيصر البرغوثي، تلفزيون وطن. نعم، أهلا بكم من جديد. أستاذ عمر، أنت يعني من المتابعين في البدايات لقضية يوسف الشايب، يعني هل لك أن تضعنا في الصورة يعني بالضبط ما الذي حدث مع يوسف الشايب، ولماذا تم إيقافه، وكيف تقرأ ما حدث معه؟ يعني ما حدث هو جزء ما تطرق له زميل يوسف في هذه المقابلة، أنه تم استدعاؤه بداية لجهاز المخابرات العامة ومن ثم أطلق سراحه بنفس اليوم، ولاحقا تم استدعاؤه من قبل النيابة العامة وتم التحقيق معه، وقد حضرت جلسة التحقيق معه حول القضية المرفوعة ضده من وزير الخارجية ومن البعثة الفلسطينية في باريس على خلفية التقرير الذي نشره في صحيفة الغد. ولكن المشكلة الأساسية كانت في كل ما حدث هو أنه تم توقيف الزميل يوسف الشايب للمرة الأولى لمدة 48 ساعة بناء على قرار من النيابة العامة، وبعد ذلك لمدة 2 أسبوع بناء على قرار من القاضي أو القاضية في تلك الجلسة، وهذا ما اعتبرناه في حينه تطور خطير وغير مسبوق بحق الصحفيين الفلسطينيين، وكانت هي فعلا المرة الأولى التي يتم فيها توقيف صحفي من قبل قاضي
فقط على خلفية أو في مرحلة التحقيق في شكوى محددة أو قضية ما. وهذا الموضوع بطبيعة الحال كان بالنسبة لنا مفاجئ وغير مسبوق، لذا رفضناه وقمنا بكل الخطوات الاحتجاجية في حينه إلى أن أطلق سراحه لاحقا بكفالة مالية. وبالتحديد يعني ماذا فعلت النقابة، الخطوات التي اتخذتها في حين يعني بدأت الجلسات للتحقيق مع يوسف الشايب، ما هي الخطوات التي قامت بها نقابة الصحفيين في هذا المجال؟ يعني أولا عند استدعائه الأول من قبل المخابرات العامة تم تنظيم اعتصام للصحفيين على ميدان الساعة وأطلق سراحه كما ذكرت. وفي المرة الثانية عندما تم استدعاه واعتقاله من قبل النيابة ولاحقا المحكمة، نظمت النقابة عدد من الاعتصامات الاحتجاجية، من ضمنها اعتصام كان في نفس اليوم الذي كانت تتم فيه محاكمته. وأخذت النقابة عدة خطوات من بينها مقاطعة جائزة الحكومة لحرية الرأي والتعبير، على اعتبار أن الجهة الشاكية هي الحكومة أو وزارة الخارجية باعتبارها جهة حكومية. وراسلت النقابة العديد من مؤسسات حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين الذي بدوره بعث رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطالبه فيها بإطلاق سراح الشايب. فوراً كل هذه الخطوات التي اتخذتها النقابة ومعها جمهور الصحفيين بطبيعة الحال أثمرت في الإفراج عن الشايب. نعم، يعني البعض اتهم الجهاز القضائي في فلسطين باستخدام أقصى العقوبات ضد الصحفيين فيما يتعلق بنشرهم الأخبار، بينما لم يطبق هذا النظام القضائي على مسؤولين اتهموا بالفساد ولم يطبق. يعني كيف تقيمون العمل القضائي الفلسطيني بالتحديد فيما يتعلق بالصحفيين في الفترة الأخيرة؟ أولا دعني أقول بشكل محدد في الجزئية المتعلقة بقضية يوسف الشايب، نعم نحن رأينا أن القضاء استخدم كل ما يملك من صلاحيات وصلت إلى حد التعسف في استخدام هذه الصلاحيات. صحيح أن القانون كان يعطي القاضي صلاحية التمديد، ولكن أيضا كان يعطيها صلاحيات أخرى من ضمنها استكمال التحقيق وهو خارج السجن، والقاضية استعملت أقصى ما يمكن من هذه الصلاحيات. وقلنا أن هناك مئات المتهمين بقضايا أكثر خطورة ولم تعتقلهم المحاكم الفلسطينية، وبالتالي رأينا في هذه المسألة أنها استهداف مباشر للصحفيين وتحديدا للزميل يوسف الشايب. ولكن بطبيعة الحال هذا لا يعني أن كل القضاء الفلسطيني هو مأخوذ بهذه الطريقة أو هذه هي طريقة عمله، لذا نحن تحدثنا عن حالة محددة ولم تكن تشمل هذه الحالة كل القضاء الفلسطيني. وبطبيعة الحال بعد هذه الحادثة تم هناك عقد أكثر من لقاء بين الصحفيين ونقابة الصحفيين وجهات قضائية عديدة، من ضمنها مؤتمر الإعلام العدلي الذي كان عقد في أريحة وجمع كل أقطاب العدالة مع نقابة الصحفيين ومع مجموعة من الصحفيين. ولاحقا أيضا عقد لقاء آخر بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للقضاء الفلسطيني، كان هدفه الأساسي بحث إمكانية الوصول إلى مذكرة تفاهم بين نقابة الصحفيين والمجلس القضائي. نعم، سنتحدث عن هذا المجال، ولكن قبل متابعة النقاش، قام فريق البرنامج بإعداد مجموعة من المقابلات القصيرة حول الرأي عدد من الصحفيين الفلسطينيين بكيفية تعامل القضاء الفلسطيني مع يوسف الشايب ورأيهم بتحقيقه الصحفي الذي أثار ضجة كبيرة داخل المجتمع الفلسطيني. دعونا نتابع ومن ثم نعود. ضد اعتقال أي صحفي على أي شكل من الأشكال على خلفية حرية النشر والتعبير وليس على خلفية جنائية، لأنه هذا يصبح أمر آخر. وبالتالي من خلال هذه القضية وربما قضايا أخرى كان موقفنا واضح، لا يجوز الاعتقال، ولكن المحاكمة نحن مع محاكمة أي شخص إذا ما ثبتت أدلة تجرم هذا الشخص. أما عادة الصحفي له يعني حماية خاصة، له خصوصية يجب أن يراعيها المجتمع لأنه ضمير هذا المجتمع وهو الذي يقوم بكشف المعلومات ونقلها إلى الجمهور. أنا قلت ليوسف وقلت لرئيس تحرير صحيفة الغد التي نشرت هذا التحقيق، وهي تبرأت رئيس التحرير عندما يعني كانت لي مقابلة معها في عمان، تبرأت من الموضوع بشكل كامل. أما لو أنا عرض علي هذا الموضوع كنائب لرئيس تحرير في الأيام أو لأي وسيلة إعلام لن أنشره، لأنه فيه كثير من العيوب. مثل هذه القضايا هي جديدة على الثقافة القانونية الفلسطينية، جديدة على القضاء، جديدة على النيابة، جديدة على المحامين،
وبالتالي لا يوجد لدينا تقاليد عريقة فيما يتعلق في ملاحقة الصحفيين ومحاكمتهم. هناك شبه تعارض أو تضارب في العمل ما بين النائب العام والقضاء بشكل عام، بمعنى أن النائب العام هو الذي لاحق الصحفيين في القضيتين أو الثلاثة الأخيرة. النائب العام، صحيح أن هناك القانون يجيز للنائب العام وضع المتهم في قيد الاحتجاز لفترة معينة، ولكن لا يحتم على النائب العام أن يمارس عملية الاعتقال، خاصة في قضايا النشر وما جرى مع الزميل يوسف الشايب. تم النائب العام استخدم أقصى الدرجات الممنوعة له، وهو ما أعطى مؤشر بأن هناك محاولة من النائب العام للتأثير السلبي على الصحفيين بشكل عام. الصحفي الفلسطيني بس تقريبا يخشى من القضاء الفلسطيني، لأنه أصلا يعني يعمل ضمن يعني قانون غير واضح، من لا يحمي الصحفي ويعني ولا يعطي الصحفي يعني الخطوط اللي مش لازم يتعداها. العلاقة أصلا بين الصحفي الفلسطيني والسلطات القضائية والسلطات التنفيذية مش كثير إيجابية بشكل عام، يعني في كثير بعد وفي كثير فجوة، رغم ان احنا السلطة الرابعة لازم نكون اقرب شيء نكون يعني للسلطات التنفيذية والقضائية، بس في خلل واضح وفي فجوة كبيرة. نعم، يعني أستاذ عمر، يعني قضية يوسف الشايب لم تكن الوحيدة في الفترة الماضية، أيضا هناك قضايا لصحفيين فلسطينيين تكلوا احتجاز على خلفية نشر حتى أفكارهم وأراءهم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو حتى تويتر. يعني كيف تنظر لما يحدث اليوم على الساحة الفلسطينية فيما يتعلق بالانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل جهات فلسطينية؟ أولا دعني أبدأ من مجموعة تعليقات على ما سمعناه. أولا علينا أن نميز بين علاقة الصحفيين بالسلطة القضائية وعلاقة الصحفيين بالسلطة التنفيذية. العلاقة مع السلطة التنفيذية لا تستقيم، أنا أعتقد أنه لا يوجد صحافة حرة يجب أن يكون لها أي علاقة بالسلطة التنفيذية، وقلت سابقا أن الصحافة الحرة والسلطة التنفيذية خطان متوازيان لا يلتقيان ولا يجب أن يلتقيان. أما مع السلطة القضائية فالموضوع مختلف، السلطة القضائية يجب أن تكون سلطة مستقلة ونزيهة وعادلة وتسعى للبحث عن الحقيقة، كما هو الصحفي أيضا يسعى للبحث عن الحقيقة، وبالتالي هناك ما هو مشترك بين الصحفيين والسلطة القضائية. الإشكال الرئيسي في كل ما حدث في الآونة الأخيرة أعتقد أنه يتعلق بتناقض القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، فمن جهة قانون المطبوعات والنشر لعام 95 الذي يتيح للصحفي عدم الكشف عن مصادر معلوماته، وقانون العقوبات الأردني لعام 62 الذي يعاقب الصحفي إذا ما تمسك بحقه القانوني بموجب قانون المطبوعات والنشر، وبالتالي هذا التناقض القانوني هو أول ما يجب أن يحل عبر تعديل أحد القانونين ليتماشيا في نفس البيئة القانونية. والمسألة الثانية متعلقة بالممارسة، ممارسة القضاء والقضاء بشكل عام بحق الصحفيين، وعلى أثر هذه الأحداث التي تمت طالبنا بتخصيص قضاء خاص بالإعلام، وهذا ما فعلا استجاب له مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني وأعطى مؤخرا موافقته على تشكيل محاكم خاصة بالصحفيين. بالنسبة لنا هذه خطوة إيجابية، ولكنها ليست هي حدود مطلبنا. مطلبنا الأساسي أن لا يتم أصلا تحويل الصحفيين للقضاء. يعني بعض يتحدث بأن وجود قاضي حتى مختص وربما يكون تقييد للعمل الصحفي بشكل أو بآخر. لا، هو ليس تقييد، هو أفضل من أن يكون قاضي مختص في مسائل أخرى أو قاضي غير مختص وليس ذي علاقة بقضايا الإعلام، وبالتالي هذا إنجاز بحد ذاته. ولكن قلت أن ليس هدفنا أن يكون الإعلاميين أصلا ماثلين أمام القضاء، وأعتقد أنه في حالات عديدة وفي دول عديدة، وهذا ما نسعى إليه هنا، أن يكون هناك ما يسمى بمجلس تحكيم بعيدا عن القضاء، مجلس تحكيم مشكل من صحفيين ومهنيين ذوي خبرة بما فيهم قضاء متقاعدين، يكون مرجعية للبث في أي شكاوى تقدم بحق الصحفيين، ويكون عملهم مبني على أسس مهنية. بطبيعة الحال يجب أن نفهم أن الصحفي يخطئ بالنهاية، الصحفي يعمل وبالتالي يخطئ، وهناك مواطنين قد يتضرروا من عمل الصحفيين الفلسطينيين، ومن حقهم أن يلجهوا إلى أي جهات لتنصفهم إذا ما شعروا أنهم متضررين من عمل الصحفي. لهذا قلنا أن هؤلاء المواطنين يمكنهم أن يلجأوا إلى مجلس تحكيم مستقل للبت في هذه القضايا. ومع هذا أيضا نحن لسنا من حيث المبدأ ضد أن يلجأ أي مواطن للقضاء الفلسطيني، ولكن على
القضاء الفلسطيني أن يتعمل بمهنية واحترافية في مثل هذه القضايا، لأن كل ما يتعلق بالصحفي هو يتعلق بمجال عمله ومجال خطأ أو عدم خطأ في قضية مهنية محددة. وبالتالي كان سؤالنا أنه إذا ما أخطأ موظف في أي وزارة ثانية أو في أي مؤسسة أخرى هل يتم اعتقاله؟ بالتأكيد لا، هناك كثيرين يخطئون يتم محاسبتهم أو عقابهم بأساليب إدارية، بأساليب تخفيفية، بأساليب أخرى عديدة، ولكن ليس بالضرورة أن نسلب حريتهم وأن نعتقلهم. نعم، يعني عندما يشعر الصحفي الفلسطيني بأنه مظلوم بشكل أو بآخر من القضاء أو حتى من الجهات التنفيذية الفلسطينية، يشكو لمن يشكو؟ هل يتوجه لنقابة الصحفيين؟ هناك شكاوى من قبل الصحفيين يعني لكم، وأنتم كيف تتابعون هذه الشكاوى؟ وأيضا هل هناك شكاوى من جهات فلسطينية أخرى ضد صحفيين فلسطينيين؟ نعم، في السابق وحتى الآن تلقت النقابة العديد من الشكاوى، بطبيعة الحال ليس من مواطنين بل من جهات تنفيذية. كان لدينا العام الفاضي شكوى من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية على خلفية التقرير الذي كتبته الزميلة امتياز ضد الوزارة أو ضد البيوت الآمنة التي تديرها بالوزارة، والنقابة تعاملت بشكل مهني واحترافي مع هذه القضية وأنهتها. الآن حاليا لدينا شكوى من مجلس القضاء الأعلى ضد أحد الصحفيين وضد وكالة إعلام فلسطينية على خلفية خبر أو تقرير قامت بنشره ادعت خلاله أن القضاء الفلسطيني يدفع الناس لارتكاب جرائم، والشكوى باعتقادي أيضا محقة، وعديد من الشكاوى الأخرى الأقل أهمية. ولكن بكل الأحوال النقابة نعم تتلقى شكاوى وتبحث بهذه الشكاوى بشكل مهني وتصل مع الصحفيين. وماذا عن شكاوى الصحفيين؟ هل هناك شكاوى من قبل الصحفيين عن جهات فلسطينية أخرى، ربما شكاوى ضد أجهزة أمنية فلسطينية اعتقلتهم أو ضد جهات أخرى انتهت؟ نعم، هذا هو الدارج وهذا هو السائد. يوميا نتلقى شكاوى من الصحفيين حول أجهزة أمنية، حول السلطة التنفيذية، حول العديد من الجهات، وأيضا النقابة تقوم بمتابعة كل هذه الشكاوى بكل الوسائل الممكنة والمتاحة للنقابة. في أحيان كثيرة نصل إلى حلول ونحقق حق الصحفي، وفي بعض المسائل بطبيعة الحال لا تصل النقابة إلى حل مرضي، كما هو الحال الآن بشأن استدعاء الصحفيين الذي حيث لم نستطيع التوصل إلى تفاهمات مع الأجهزة الأمنية. نعم، سنتحدث يعني سنتحدث كيف يكون تجاوب الجهات الرسمية الفلسطينية على شكاوى الصحفيين، لكن الآن دعنا نتابع تعليقات عدد من المواطنين على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. أنس بكر يقول أنه مستاء جدا من مستوى الحريات الإعلامية في فلسطين، سواء كان ذلك في الضفة الغربية أو القطاع، ويطالب كل المسؤولين برفع سقف الحريات العامة. من جانبها تقول ندوش أو نادية مسلم، هناك انخفاض لسقف الحريات الإعلامية في فلسطين، وذلك ناجم عن الانقسام الداخلي ومفرزاته على أرض الواقع. يعني أستاذ عمر، هل فعلا يعني الانقسام الداخلي الفلسطيني كان له أثر سلبي على عمل الصحفيين في الأراضي الفلسطينية؟ بكل تأكيد الانقسام كان له أثر كارثي على واقع الإعلام الفلسطيني، وإذا ما ذهبنا إلى الأرقام الإحصائية فقد تضاعف حجم الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين منذ الانقسام الفلسطيني حتى الآن، سواء بالضفة الغربية أو في قطاع غزة، بالإضافة أن حالة الانقسام نفسها فرضت تموضع لوسائل الإعلام في الضفة الغربية تميل لصالح السلطة الفلسطينية، وفي قطاع غزة تميل لصالح سلطة حركة حماس هناك، وهذا خلق انقسام في الإعلام الفلسطيني نفسه. وبالتأكيد هذه نتائج كارثية، رغم دعواتنا المستمرة لتحييد الإعلام عن الانقسام ونتائجه وأثاره، ولكن الواقع أقوى من ذلك، وقد فرض نفسه نعم باتجاه مزيد من التقييدات والانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام. لكن دعني أتوقف عند مسألة سقف الحريات الذي يتحدث عنه الكثيرين. أعتقد أن هناك مهمة أساسية تقع على عاتق الصحفي نفسه، على الصحفي أن لا يرضخ لكل هذه الإجراءات والممارسات، وأن يبقى على قدر عالي من المهنية والمسؤولية ومن احترامه لذاته ومهنته التي تحثه دائما على قول الحقيقة والبحث عنها وقول رأيه بمطلق الحرية، مهما كانت النتائج التي قد تترتب على ما يقوم به
الصحفي، واعتقد ان اذا ما تكاثف كل الصحفيين باتجاه تعزيز سقف الحريات فهذا هو الضمان الاكيد والضمان الاكبر لرفع فعلي لسقف الحريات. نعم، يعني نعود ونتحدث عن موضوع الشكاوى الصحفيين التي تتلقوها مقابل الصحفيين الفلسطينيين، عندما يعني تنقلون هذه الشكاوى للجهات الفلسطينية التي لها علاقة في هذه الشكاوى، كيف تتعامل معكم؟ هل هناك استجابة من قبلها أم لا؟ حقيقة هناك اختلاف حسب طبيعة الجهة التي تكون ضدها الشكوى. ضعني أقول بمنتهى الصراحة أن الحكومة الحالية إذا ما كانت الشكوى ضد الحكومة أو ضد أحد مكوناتها فإنها تتعاطى بإيجابية كبيرة في مثل هذه الشكاوى، وهي تحاول فعلا إنصاف الصحفيين ورفع الظلم والأذى عنهم. وأعتقد أن هذه أكثر حكومة فلسطينية متفهمة لمطالب وحريات الصحفيين، ولكنها بالوقت نفسه تقوم بانتهاك هذه الحريات بطريقة مختلفة في بعض الأحيان. المشكلة الأساسية التي نواجهها هي مع الأجهزة الأمنية بطبيعة الحال، والأجهزة الأمنية عادة ما تقول أن هذه الاستدعاءات أو الانتهاكات تقع على خلفية أخرى غير خلفية الرأي، بمعنى أنها تقول أن هذا الصحفي هو مستدعى لقضايا مالية، لقضايا أمنية، لقضايا سياسية مختلفة، وبالتالي هي تحاول الهروب من مواجهة الواقع والحقيقة التي يتم استدعاء الصحفي على أساسها. وهذا حقيقة يضعنا في النقابة أمام حيرة من هذه المسألة، كيف نثبت أن هذا الصحفي مستدعى من أجل ممارسة عمله المهني أم أن فعلا هناك قضايا أخرى يكون الصحفي مستدعى على أساسها. وبطبيعة الحال في غالبية الأحيان يكون فعلا السبب الأساسي لاستدعاء الصحفي هو ممارسة عمله أو تعبيره عن رأيه الحرية. نعم، يعني الآن أستاذ عمر نتحول إلى استطلاع الرأي، فقد أكد 77% من المستطلعة آرائهم عدم رضاهم عن مستوى الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين أبدى 20% من المستطلعة آرائهم رضاهم عن مستوى الحريات الإعلامية، في حين أشار 3% أنه لا رأي لديهم. أيضا يعني أستاذ عمر واضح أن هناك 77% من مستطلع آرائهم يعني ليسوا راضين عن مستوى الحريات إن كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وبالتالي يبدو واضحا أن مستوى الحريات ليس بالوضع الجيد في الأراضي الفلسطينية. إذا تحدثنا عن مستقبل الحريات الفلسطينية، أين نحن ذاهبون في هذا المجال؟ هل بمزيد من الحريات أم تضييق الحريات؟ نعم، أعتقد أن نتائج هذا الاستطلاع هي الحكم الأساسي، وأعتقد أن رأي الجمهور واضح بأن ليس هناك حريات حقيقية في فلسطين، وهذا الرأي يحترم وأعتقد أنه يعكس حقيقة الواقع القائم. أما مستقبلنا فهو بصراحة يعتمد علينا كصحفيين، ويعتمد على الجهة التي تمثل الصحفيين وهي نقابة الصحفيين، وفي مدى جديتها بالتصدي لكل هذه الانتهاكات التي تقع بحق الصحفيين، وهي أيضا مسؤولية ملقاة على عاتق الصحفي نفسه، كما قلت بأن على الصحفيين كجسم موحد أو كأفراد أن يرتقوا بسقف حرياتهم وأن يقوموا بما يمليه عليهم واجبهم المهني لجهة الكشف عن الحقائق أو لجهة التعبير عن رأيهم بكل حرية وموضوعية، وهذا هو الضمان الأساسي وليس أي ضمان آخر، لا وعودات من السلطة التنفيذية ولا وعودات من أي جهة أخرى، الصحفيين أنفسهم هم الضامن الأساسي لهذه المسألة. نعم، يعني سؤال أخير أستاذ عمر، برأيك الإجراءات الأخيرة التي اتخذت بحق مجموعة من الصحفيين في الأراضي الفلسطينية إن كان في الضفة أو حتى في غزة، هي بشكل أو بآخر رسالة للصحفيين من أجل أن يضعوا لذاتهم رقابة ذاتية من أجل الحد من عملهم الصحفي؟ نعم، أعتقد أن هذه هي الرسالة الأساسية، أننا موجودون هنا ونحن نراقب كل ما تكتبون، ولكن على الصحفيين أيضا أن يقوموا برسالة مضادة، فأننا أيضا موجودون هنا ونقوم بعمل المهني كما ينبغي أن نقوم به، وبالتالي على الصحفيين أن يتمسكوا بما يمليه عليه ضميرهم ومبادئ أخلاقي ومبادئ مهنتهم وأخلاقيات هذه المهنة، وأن يتمسكوا بكل حقوقهم ومكتسباتهم ولا يرضخوا لكل هذه التهديدات والانتهاكات من أي جهة كانت. نعم، في نهاية هذه الحلقة من برنامج أشكي لمين أشكر ضيفي عضو نقابة الصحفيين الأستاذ عمر نزال، شكرا لك أستاذ عمر. ونرجع ونذكر أنه كان من المفترض أن يكون معنا وكيل وزارة العدل الأستاذ خليل الرفاعي، لكنه لم يلتزم بالموعد ولم يحضر. شكرا لكم أيضا مشاهدين ومستمعين، وأيضا دمتم برعاية الله، وإلى اللقاء. شكرا لك أستاذ عمر.